بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اللي ما كيعرفنيش انا سكينه، ويلكم باك تو ماي شانل. بدا كيرجع ليا الشغف دابا، انا ما كنبغيش نصور فاش كنكون مريضه، دابا بدا كيرجع ليا الشغف. سو يلا نرجعوا للحيويه والنشاط ديالنا اليوم. اليوم غادي يكون ملي كنبغي نصور جميع اللي ما عمره ما نطق كينطق. المهم ايتس فاين. المهم اليوم غادي يكون جيت ريدي ويذ مي، وغادي نجاوب على الاسئله ديالكم اللي سولتوني في انستغرام داكوغ. ولكن قبل ما نبداو خاصنا كوفي. اي نيد كوفي. واحد الانسان كنموت على البخور، وخديت هاد البخور هادو باش نجربهم. ريحتهم عجبتني، عرفتو ماشي شي حاجه، ولكن ريحتهم عجبتني. كيديرهم واحد السيد هنايا حدانا، عرفتي والله الا ريحتهم، والله الا ماشي داك العود القاصح، فهمتو؟ داك العود شويه داك العود اللي ما بيهش. المهم انا غادي نجربو، ما غاديش نبخر به الدار، تيعجبني غادي نجربو. سلام دبدوب، كي دايره هاد الزين؟ كي دايره هاد الولد؟ هو هادشي كيفاش غادي نديرو ليه؟ رائع والله الا رائع. حبيته الا درت غادي خسرت هادي دابا. كيفاش غادي نحيد من هادشي؟ نسيت يا سيد ربي، علاش سيد ربي؟ باك اجين. دابا غادي نديرو جيت ريدي ويز مي، ونجاوب على الاسئله ديالكم. اللي ها هما الاسئله ديالكم، نظرا لانه ما عنديش كاميرا. بدا معايا شي الكاميرا معلينا، ما عنديش كاميرا، عندي غير تليفون قيتهم في وريقه. سي هاي لهاد الانسه هادي اللي ما بقات امتى تخرج. المهم غادي نجاوب على الاسئله ديالكم، وانا وحنا كنديرو جيت ريدي ويز مي. بغيت انا ما عمرني ما جربت الجل في ظفاري. عندي هاد الفكره ديال انني نجربو. نبداو بماسك. السن ديالي سيداتي سادتي عقلوا مزيان، في 17 في شهر 5 غادي نكمل 26 عام. انا ارحب بالهدايا من كل، انا استقبل الهدايا من كل جهه، وارحب بالهدايا واستقبل الهدايا. ثاني سؤال، علاش تزوجت وانت صغيره؟ وشحال عمر بنتي؟ تزوجت حيت انا بغيت. عمر بنتي عندها 6 سنين، عندها 6. ثالث سؤال هو، افضل صوره كنبغي نسمعها والقارئ؟ افضل صوره كنبغي نسمعها هي صوره البقره، والقارئ هو اسلام صبحي. ما عرفتش كيجيني هاد الصوت ديال هاد المقرئ، فيه الراحه كيخليك ترتاحي. بسم الله. برد برد برد، تحيد هذا. يا ربي نوري نولي بحال دوك اللي كيتقاد لهم الماسك 360 درجه، ما كتلقاش شي خبشه خارجه. خاصني ديك اللعبه اللي كدير ترين ترين، ومبقى ندير هكا. غنشري شي انرجيات. هلا بالزلطه هادو ولا شطر راجيم. لا نكمل معكم فقره الاسئله. يلا نوع الهاتف المستخدم في التصوير كطوس برو ماكس. كتفكري ديالي تولدي على ولدك؟ يا ربي ما بغيتش نولد ولد، ما بغيتش بغيت نولد. كتفكري ديالي على بنتك؟ لا ما كنفكرش نزيد نولد على بنتي، حيت هاد الساعه يلاه مكافين الحمد لله مع اسلام، وبلا ما ينوضوا شي وحدين يقولوا لي لا راه كيزاد برزقو. الرزق ماشي ديما كيكون فلوس، وانا الا ولدت شي واحد خاصني نتكلف به، خاصني نكون قادر عليه ماديا ونفسيا ومعنويا وكل شيء. اكيد الله هو الرزاق، ولكن خاصنا نفكروا وكنديروا الاسباب. كاينين الاسباب، ماشي كنبقاو نولدوا 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 وفي الاخير ما كيقراوش قرايه مزيانه. بزاف د الحوايج كيضيعوا فيها، وكنقولوا او صافي راه الله ما رزقناش، راه الله ما كاينين الاسباب. فهمتوا؟ نفوتوا هذا السؤال، حيت هذا السؤال كيديرني يخليني واحد شويه نفكر بتعصب، وانا لا لي العصبيه.
الهوايات ديالي، الهوايات ديالي عندي بزاف ديال الهوايات نقدر نقول. الهوايات ديالي نقدر نلعب كرة، باسكيت، تيكواندو، ثاني بالمشيشات، نرسم، كيعجبني بزاف نرسم، كيعجبني نقرا. ولكن اكبر هوايه، يا ربي ما تتهزاوش مني الدريات، اكبر هوايه عندي هي الناس. اي لاف الناس، شي حاجه الناس. دابا راه ما كرهتش الناس، كما كنت خدامه كان هنا، كانت هنا. واحد جوج بنات اخرين سولوني بحال هكا. المهم المضمون ديال السؤال، هما الاسئله ديالهم مختلفين، ولكن المضمون ديال السؤال هو واش الحجاب كيشكل عائق، وحيت انايا بغيت نديرو وخفت. الحجاب ما كيشكلش عائق حبيبه، الحجاب تقدري ديري اللي بغيتي بالحجاب. يعني حنايا في 2024، روى الحجاب زوين هو انه كيعطيك واحد شويه ديال الوقار، كتكوني مستوره، كتكوني فهمتي. شوفوا ما يجوش ليا صحابات هذوك اللي ما دايرينش الحجاب ويقولوا لا انت حكمتي، ما حكمتيش علاش المحجبه ماشي مستوره. لا 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 لا، انا ما كنحكم على حتى واحد، فهمتوا كيفاش. انا كنقول البنت، كنشجع البنت انها دير الحجاب، انا كنشجع البنت انها دير الحجاب، حيت الحجاب شي حاجه زوينه وعمرها غادي تكون عائق ليها. بالعكس، النهار اللي غادي دير الحجاب غادي تولي بعدا على بزاف د الحوايج خايبين. غادي تولي مثلا كنتي تقدري ديري شي حوايج، ولا تقدري انك بزاف د الحوايج غادي يبعدكم عليهم الحجاب. علاش؟ حيت غادي تولي تقولي اه ويلي انا راني داير الحجاب راه ما يجيش معايا، ويلي لا هادي ما تطلقش معايا، هادي ما تطلقش ليا، هادي ما تطلقش ليا. فهمتوا؟ دابا الحجاب كيخليك تعيدي النظر، كيخليك تفكري، كيخليك تكالمي واحد شويه بالعربيه تعربت، ولكن ما كيكونش عائق امام احلامك ولا قرايتك ولا اهدافك ولا بزاف د الحوايج. واخر مره غادي نقول هادشي، انا ما كنحكم على حتى واحد. انا ماشي زعما هو البنات ما يكونوش محجبات، بالعكس انا عندي بزاف ديال صحباتي محجبات، كنبغيهم كنحماق عليهم. هذيك حياتهم هما، يقدروا يديروا اللي بغاو فيها. داروا الحجاب الله يزيدهم الخير ونفرح ليهم، ما داروش الحجاب بالعكس راه انا ما كنكونش معاهم فاش كيكونوا كيعبدوا الله، باش نوض نحكم عليهم ونقول بحال بزاف ديال الناس اللي انايا ما كرهتش نشدو من الناس هذوك الناس اللي كيحكموا على البنات اللي ما متحجبات. صلاتها ما تكونش مقبوله، كيفاش هي كتصلي وهي تلقى الشعر لك؟ اش تقولوا؟ بغيت نعرف اش تقولوا. راه كاينه اللي تلقى الشعر وكدير شي حوايج راه بينها وبين الله الا شفتيهم راه يهرب ليك، يتسطع عقلك. ما تقوا الله وحشومه، بقاو نحكموا هكا على بعضياتنا، فهمتوا؟ اوكي، لننطلق الى سؤال اخر. بغيتي كتنظمي وقتك واخا انت خدام؟ الا نقول لكم واحد الحاجه غادي تيقوني، انا فاش كنخدم كيكون وقتي منظم اكثر ما كنكون جالسه في الدار. فاش كنكون جالسه في الدار ما خداماش، كنكون مخربقه بزاف، فهمتوا؟ والفراغ خيب، اخيب حاجه هي الفراغ. فاش بديت كنخدم راه تحسنات حياتي بزاف بزاف الحوايج من الناحيه النفسيه. تخيلوا معايا دابا كنفيق، قبل كنوجد الفطور، كنوجد الغداء، كنقاد الدار، كندخل ما عند لك ما عنديش الوقت، كندي بنتي، كنجيب بنتي، كنقاد مع داكشي اللي بغات تقادو من واجبات وداكشي، كنجلسو نضحكو واحد شويه، نجمعو واحد شويه كشكلين عائلي، كنرجع ثاني لخدمتي. لايك اي دونت هاف تايم تو ويست. هادي راه شوفوا، نهار ما تبقاوش تلقاو الوقت وعندك وكاع الوقت ديالكم لراسكم وشي حاجه اللي غادي ترجع لكم بالنفع، يا لراسكم يا لوليداتكم يا لداركم، راه غادي تكون وصلتوا لشي حاجه اللي زعما غادي تهناو في الفكر ديالكم. اما باش جلستوا في الدار، انا جربت، انني كنت خدامه قبل، خدمت 4 سنين وجلست واحد العام في الدار، وجربت انني نجلس في الدار. لايك كنت غادي نتسطى، كنت غادي نتسطى، بغيت ندير هادي، بغيت ندير هادي، ما بغيتش ندير هادي، بغيت نبدا مشروع، ما بغيتش نبدا مشروع، ناري نرجع نكمل القرايه، ما نحبس القرايه، ناري مال هادي، ناري اليوم فين غادي نمشي، وانا في واحد البلاصه اللي صغيره، اليوم بغيت نمشي هنا، لا ما في اللي يمشي، صافي نعس مسلسلات. هادي الحياه ديال الدار ممله، ممله بزاف. الخدمه نعمه، العمل نعمه، والحمد لله حمدا كثيرا على هذه النعمه. بديت كنظم وقتي هو قبل ما كنعس، ياك تو ليست، تو ليست غدا في الصباح اشنو خاصني نطيب، اشنو اسلام غادي تلبس، اشنو غادي نلبس انا، حتى من القرايه ديال القران كنفكر راسي كنكتبها. الا خاصني نقرا القران مرسله، عندي داكشي محسوب. اليوم غادي نمشي لهاد البلاصه، عندي فيها هذه، اليوم عندي هاد الغرض هنايا، كنكتب، عندي واحد لاجوندا، كنكتب اي حاجه، اي حاجه كنبلاني ليها في نهاري. وفاش كنرجع الدار في الليل كنشوف بلي داكشي كامل اللي بغيت نديرو
راني درته، خاصتني شي حاجه في التقضيه فاش كنحل الثلاجه كنكتب في ورقه ورينيد شحال من حاجه. الورقه والستيلو نفعتني بزاف، ملخص ديال التنظيم ورقه والستيلو نفعتني بزاف، خلات وقتي ثمين، خلاتني كنعرف فين غاده وفين جايه، شنو باغا ندير شنو ما باغاش ندير، شنو عندي شنو اللي ما عنديش. مهم حياتي الحمد لله نظمتها تدو لست وشويه ديال الصبر. حيت الماسك يلا نكملوا هاد التونير، هذا غادي ندير هاد التونير هذا هو الاول، وغادي نكمل معكم كيفاش نحقق اهدافي رغم صعوبه الظروف. كيفاش نحقق اهدافي رغم صعوبه الظروف؟ تشبتي باهدافك، تشبتي باهدافك وتيقي في الله. هذيك الصعوبه اللي كتحسي بها دابا وكتحسي باللي راه داكشي صعيب وما تقدريش عليه، هذيك الصعوبه خليها تحفزك، وركزي على راسك وما تخليش شي واحد يحبطك. ركزي على راسك مزيان وركزي على اهدافك مزيان وعرفي مزيان داكشي اللي باغا وبلاني ليه، وان شاء الله غادي يكون غير الخير. الحاجه اللي زوينه بزاف غالبا ما كيقول حتى واحد راه الا بغيتي تحققي شي هدف راه ماشي مهم شحال كتحفزي ليه، راه ماشي مهم شحال انك كتحفزي ليه ولا تتفرجي فيديوهات اللي كيحفزوك ليه وكتحفزي ليه. التحفيز راه كيفوت، اما الهدف الا بغيتي تحقق راه كيبغي الاستمراريه رغم الظروف، كيبغي الصبر وكيبغي الاستمراريه. شتي الا كنتي كتسمعيني دابا، استمر والديك في كلمه. كيفاش بغيتيني نقول لك والديا في كلمه؟ والديا في كلمة عينية. شنو كتعني لك إسلام؟ علاش كتعطوني هاد الأسئلة الحساسة؟ غير قولوا إسلام هي كل شيء. إسلام بحال شي واحد كتكوني غارقة في شي حاجة وكيجي يبدأ يجبدك بشوية لايك. إسلام بنتي، صاحبتي. إسلام أي حاجة حلوة في الدنيا هي إسلام. أي حاجة زوينة في الدنيا هي إسلام. كنبغيها، كنحمق عليها. زوينة وغزالة ومراعية وبشكل إسلام بشكل، والله إسلام بشكل كنحمق عليها. نكملوا الاسئله بلا ما نتاثر، حيت ما كيعجبنيش انني نبدا نتاثر امام الكاميرا. بنتي في عمرها 9 شهور وانا عصبيه بزاف، كنبغي نتعصب عليها، كنحاول نتحسن. اوكي دابا بنتك باقي لها عندها 9 شهور، علاش غادي تعصبي؟ راه خصك تشوفي. نقول لكم دابا انتيا تكرفستي وتعذبتي على ديك البنيته ولا على ديك الوليد، بغيت نعرف اني علاش غادي تعصبي عليا؟ اشنو كاع كيسوى في هاد الدنيا احسن من هذاك الوليد ولا البنيه؟ اشنو يستاهل؟ اشنو اطراسي يستاهل انك تعصبي على ديك البنيه، على هذيك النعمه وعلى هذيك الحاجه الزوينه اللي عطاها لك الله؟ بغيت نعرف، وحق الله كيجيني فضول نعرف علاش بزاف ديال الامهات كيتعصبوا على ولادهم وكيضربوهم. ماشي كنقول لكم زعما انا لا مع عمر ماما ما ضرباتني ولا فهمتي، ولكن دابا حنايا في 2024 راه ولاو بزاف ديال الطرق والايجابيه راه كتنفع بزاف 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 بزاف. غير حاولوا انكم تفكروا بلي هذاك الوليد الا دار واحد شي خطا بسيط وتعصبتوا عليه، راه نهار اللي غادي يدير شي خطا كبير ما غاديش يجي يقولوا لكم، حيتاش نتوما على التهريسه ديال الكاس ولا على شي كتبه في الحيط ولا على تليفون تهرس ولا ما عرفتش شنو درتو قيامه. ملي غادي يكون واحد الخطا اللي كبير ما غاديش يقدر يجي داك الطفل يشاركو معاك ولا ديك الطفله تشاركو معاك، حيت اصلا نتيا فاش طرا واحد الحاجه صغيره كبرتيها، فهمتي كيفاش؟ وليتي كتخلعي كتشكلي ليه مصدر قلق. واحد البنيته قالت لي الا رجع بك الزمن اللور واش غادي تعاودي تزوجي زعما في السن الصغير؟ غادي نعاود بعيني مغمضه. الزواج كما كان كيسحب ليا ياك في عقلي هو هذا اللي كنعيشو دابا، داكشي اللي كنت باغاه في عقلي هو اللي كنعيشو دابا، فهمتي كيفاش؟ يعني راجلي، شوفوا راجلي سند ليا بحالو بحال بابا، اي حاجه كنت باغا نديرها كيخليني نديرها، كيوقف معايا. بالعكس ما غاديش ندم الى زعما رجع بيا الزمن اللور. اوف كورس غادي اي ويل سي يس، غادي نقول اه الى رجع بيا الزمن اللور غادي نقول اه. كيفاش جاتك فكره تبداي محتوى؟ جاتني فكره نبدا محتوى مني جلست من الخدمه وبغيت نرتاح واحد شويه،
وكنت في الاول كنت كندير في الاول كنت كنديرها كدي فيديو عادي. واحد نهار صورت واحد الفيديو واحد البنت كانت واحد البنت كومونطات لي في تيك توك قالت لي عافاك حتى لينا لافر عجبتني بزاف وصورتها وحطيتها ليهم. داك الفيديو دار بوم ومن هذيك النهار وليت كندير تيتو ديال الحجاب وهي باش تعرفت في انستغرام. واحد السؤال اللي كيجيني بزاف ديال المرات خصوصا في يوتيوب، واش عايشه مع بنتك وراجلك؟ فين هو بنتك وراجلك؟ شوفوا راه انا عايشه معاهم في نفس الدار ياك، وهذا الشيء ما كيعنيش الا كنت عايشه معاهم في نفس الدار يعني غادي نبقى نشد الكاميرا ندير لهم تيو 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 تيو، فهمتي؟ دابا هما اشخاص عندهم حريتهم كنحترمهم، فهمتوا كيفاش؟ ما غاديش نبقى لاصقه فيهم ونبقى نصورهم في اي خطوه كيديروها ولا عاجبان معايا فلان ولا لا 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 لا. بركي غير انا واش ما قديتكمش بهذا الوجه الجميل؟ واش ما قديتكمش؟ واش ما بقيتش كافياكم؟ غير قولوا لي وما تحشموش. المهم اللي بغيت نوصل لكم هو انه كنحترم الحريات ديالهم في الدار وفهمتوا ما كنبغيش نبقى نخليهم، كنبغي نخليهم يعيشوا في دارهم على راحتهم. ذاتس ات اللي نطولوا نقصروا. هما كانوا بزاف ديال الاسئله ولكن انا اي دونت هاف تايم بزاف، حاولت انني نجاوب على الاسئله اللي كتعاود. سو كاينه شنو هي اهم حاجه في الزواج؟ اهم حاجه في الزواج صديقتي هي الاحترام، الاحترام، تقدير، الموده، الرحمه، هذا هو احسن حاجه بالنسبه لي في الزواج. شي الا كان هذا الشيء يكون الحب ما يكونش الحب ما عنديش مشكل، المهم انه انا المهم عندي في الزواج يكون في جنبي يعاملني معامله مراه، انا عندي عقل، عندي مشاعر، عندي قرارات، عندي اهداف، عندي احلام بغيت نحققها، يكون سند ليا يدعمني، فهمتوا كيفاش؟ يدعمني لا مشروط باي حاجه يقدر يعاونني بها، باي حاجه يقدر يعاونني بها يعاونني بها، هذا هو الزواج بالنسبه لي. انا اخيب حاجه واخيب حاجه هو انه الواحد يحسس مراته انه مزوج بها لشي هدف، انه يا اما مزوج بها الطياب ولا يا اما مزوج بها ما عرفتش ليش. مهم هو انه كيحسسك باللي انت راه كاين واحد النوع ديال الازواج اللي كيحسسوا الزوجات ديالهم باللي انهم خدامات في الدار، خدامات خدامات لايك، راه هذاك الاحساس ما خصهاش تحسه المراه. الا ما حسيتوش راه ماشي تعطيك غير عينها فواد هاد جبدهم تعطيهم ليك، ولكن الواحد هو ما يحسسنا كيفاش غادي نقول لكم، ما يحسش الزوجه ديالو باللي راه واخده لا قبل الطياب التربيه ديال الدراري لا راه حتى هذيك راها مراه. المهم انا الزواج بالنسبه ليا هو هذا، وهذا هو الزوج الصالح، وانا ماشي نعطيها عينيا قلت لكم فوادين جبدهم نعطيهم لي اي حاجه نقدر نطيح معاه فيها ما عنديش مشكل، فهمتوا كيفاش؟ كما هو غادي يدعمني وغادي يقدرني وغادي يحترمني راه غادي يلقى المثل، ماشي غير ليه هو، ليه هو والاهل ديالو، فهمتوا كيفاش؟ نزيدوا هذا السؤال هذا صافي وغادي نوضوا نزيد وغادي نلبسوا علينا. واحد البنيه كتقول لي انا عندي مشاكل بزاف مع راجلي ما عرفتش علاش، وكنلقى راجلي كيعاود اي حاجه كيعاود اي مشكل كيعاود اي مشكل الختو ماما، وهذا الشيء بزاف كيضرني في خاطري حيت اني ما كنقول والو. خيبه بزاف خيبه بزاف، لا من ناحيه انها المراه تكون تعاود لوالديها على مشاكلها مع راجلها، ولا من ناحيه الراجل يعاود مشاكله لاي واحد ماشي غير لعائلته. حيتاش شوفوا الزواج شي حاجه اللي مقدسه، ومني مني كتخاصموا ولا كيكونوا بيناتكم مشاكل جو بريفير انكم تجلسوا ديروا واحد الشيء ديال الكومينيكاسيون بيناتكم. اجي جلس عافاك نجلسوا نعستي الوليدات شوفي شنو داكشي اللي ديريه، صيبي شي حاجه تعشاو بها جلسوا شوف هادشي اللي درتي معايا راه ما مزيانش، وانت وحتى انت كمثال هادشي اللي درتي معايا انت وانت راه جرحني ودارني وهادشي راه حيت هذه هي اساس العلاقه، هذه هي اساس استمراريه العلاقه انكم تكونوا كتكومينيكيو مع بعضياتكم، انكم تقدروا تحلوا مشاكلكم مع بعضياتكم. لنفرض انه كان شي مشكل كبير 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 اللي كبير بزاف اللي كبير بزاف وخايب، كنفضل انهم تدخلوا لا والديكم لا والدي، حيتاش لنفرض انكم تصالحتوا غادي تبقى ديك النظره ديال والديك عليه خايبه وما عمر ما ينساو، وتا هو والدي الا درتي لي شي حاجه غتبقى ديك النظره. فانا في العلاقات جو بريفير انه الاسرار ما يخرجوش ومشاكلنا يبقاو بيناتنا حتى نحلوهم، هذا هو اساس الزواج الناجح هذا هو اساس الزواج الناجح، واسرار ما يخرجوش والاحترام نحترموا بعضياتنا، حيت الا ما كانش الاحترام
ناطين. يلا نمشيو نلبسو. باي ذا واي واحد البنيه غزاله، انا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها، سميتها هي مون، غادي نخلي لكم هنايا شوفوا. كيفاش جات؟ يا ربي تكون طويله، حيت انا عندي فوبيا من الطول، حيت كناخذ شي حوايج كيجوني قصار. المهم هي هادي، دوك التست نجربها ونجي عندكم. ويت فور مي. شوفوا هذه هي العبايه، عجبوني هاد التفاصيل هادو، لايك شوفوا من هنايا، وهاد التقطيعه هادي اللي جات هكا، بات جاتني قصيره، مع الاسف جاتني قصيره من حتاش يا انا طوال عريجه. شوفوا التوب، شوفوا التوب رائع سخون. عايش حمقاتني هاي كونفرسيال، عطيتها فرصه باش غادي نبدلها. يمكن انا طويله ما يمكنش نلبس شي حاجه تكون بحال هكا قافزه. شوفوا اي عجبتني بات ماشي عجبتني، حمقاتني لا في الخياطه لا في التفاصيل لا في كل شيء. بات نو الطول ضروري 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 خاصني نكون لابسه الطول. بهذا سيداتي سادتي غادي نوجد راسي وغادي نصلي الظهر، وغادي نوجد راسي وغادي نمشي لخدمتي. بغيت نقول لكم ثانك يو فور واتشين، شكرا بزاف على الكومونتيرات ديالكم وعلى الدعم ديالكم لا مشروط في يوتيوب. بيزويات.